السلام عليكم. دلوقتي لو احنا عايزين نشتغل ليست دي بتنظم لي الملفات بتاعتي، واقدر اتعامل مع عدد كبير جدا من النقط او عدد كبير جدا من الخطوط. طيب دلوقتي انا ممكن ابدا ازاي؟ اقول له كرييت ليست كرييت اهوت، وبيقول لي انت عندك ايتم 2 3، هو بيبدا العد من الصفر. تمام. طيب ممكن اجي هنا اقول له خليها نمبر، ممكن اختارها كسلايد اهوت، اسحب من هنا لهنا. تمام. وده اقول له كوبي بيست، والاتنين دول كده لما تيجي هنا هتلاقي الليست اهمت، هو بيبدأ العد من الزيرو لحد التلاتة، يعني مش هيعد من 1 لـ4، لا من 0 لـ3. طيب نلاحظ هنا ان انا بيديني قصور، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له الستيب بتاعي بواحد، يبقى من 0 لـ100 وستيب بواحد، يلغي القصور اللي موجودة. طيب ممكن نقول له انا عايز اعمل راوند اللي هو تقريب، ماس دوت راوند اهوت. تمام. اديله رقم هنا، خلي رقم مثلا من هنا، وناخد الرقم ده نحطه هنا. فايا كان بقى الاجزاء، هو بيلغي الاجزاء ويديني العدد الصحيح بالشكل ده. طيب ممكن برضو طريقة تانية اللي هو ان انا هعمل سيكونس، اهوت و رينج، اقول له رينج تمام. طيب هنا طالب مني الستارت البداية بتاعتي، وليكن مثلا هنبدأ برقم كده اهو، ودي نفس برضو الستارت. هنا طالب مني الاند، وهنا طالب مني الستيب. الستيب قلنا هنخليها مثلا نمبر 1، تمام، وده برضه هنديله رقم 1. طيب احنا كده عندنا الستارت بس ما عندناش الاند، هقول له الاند بقى، ممكن ناخد الاند اهوت. تمام. بص بقى لسه بقت عامله ازاي، 0 1 2 3 4 وهكذا. طيب خلينا اقول له مثلا 3، يبقى ايه 0 3 6 9 12 و كل الارقام لحد ما يوصل لايه؟ للمية. هو يقف عند المية، انا قايل له من 0 لـ100 هيقف عند المية. طيب تعال نشوف التانية بقى، لما اقول له السيكونس عشان نعرف الفرق بينها وبين الرينج. تمام. هو هنا لسه مخدش الاماونت، ادي له اماونت اهوت ب100، هيعمل ايه؟ هيكرر 100 مرة، هيكرر 100 مرة، يعني هو شو يقف عند المية؟ لا، هو بيكرر 100 مرة، يعني بيديني 100 عنصر هنا. تمام. ايا كان بقى النمبر او الستيبس بتاعه كام، هو بيكمل لحد ما يوصل ل 100 رقم. طيب تعالى ناخد الارقام ديت واقول له هنا ان انا عايز علامة اكبر او اصغر اهو، المفروض ان انا اديله اكس وواي. تمام. فاديله الاكس اللي هو دوت، وهديله الواي اللي هو دوت. تمام. ونشوف هيحصل ايه. بيديك بقى اول مره قارن بين الاكس والواي، فلقى ان الرقم دوت اصغر من الرقم 3، فراح قايل لي ايه؟ خلاص اوكي. تمام. والباقي كله فولس. ليه؟ لان الارقام دي طبعا اكبر من
الثلاثة اللي احنا حطيناها له. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له انا عايز ارسم بوينت باي كوردينيت. هو بيفترض ان كله بصفر، اكس واي وزد بصفر. طيب انا هقول له خليهم كلهم، بس خلي لي بس الزد دي اهي. واخد بالك عمل ايه؟ الزد هنا 0 0 0 والزد هي ايه اللي بالرقم اللي بياخده من هنا. فلو جيت تبص كده هتلاقي ايه ان الاكس بزيرو والواي بزيرو والزد هي اللي بتتغير، تبقى بزيرو 1 3 6 9 وهكذا. لو احنا خدنا من الرينج مش من السيكونس هتلاقي اللي اختلفت معايا. تمام، الاولانيه لو وقفنا كده وبدانا نحرك طبعا احنا ممكن عشان نشوفها احسن بدل 100 دي نخليها ب10. وقف عند ال10 يعني عادي يعد لحد ما وصل لرقم 10، خلاص ما بيكملش. يبقى 9 خلاص ما بيجيبش بعد ال10. طيب خلينا نتسلى كده واقول له انا عايز بوينت باي كوردينيت ونديها نمبر اهيت، واديها في الاكس والواي واقول له انا عايز ارسم لاين باي ستارت اند اند بوينت، يعني هديله اول نقطة وتاني نقطة وتاني نقطة. بص بقت عاملة ازاي، هو بقى ياخد من النقطة دي لدي لدي ودي وهكذا. تعال نشوفها بشكل افضل. طيب بدل ما انا باخد السيكونس هديله بدل رينج سيكونس. تمام، فالنقط بقت كتيرة بقوا عاملين بشكل دوت. ومجرد تعدل في اي نقطة فيهم الشكل كله بيتعدل معايا.